لطالما سمعنا عن مدن تكية، وكذلك سمعنا عن كون مدينة ميونخ إحدى المدن المهمة في الدولة الألمانية، فهي تعد أكبر مركز للتكنولوجيا العالية والدقيقة في ألمانيا، وأحد أهم المدن من الناحية على المستوى الأوروبي والعالمي. المدينة تتميز بكونها تتضمن الكثير من المؤسسات والشركات العاملة في الابتكار التكنولوجي، وهو ما يعطي مركزيتها على أنها عندما قرر المسؤولين فيها تحويل 14,000 جهاز كمبيوتر من ويندوز إلى لينكس، جاء ستيف بالمار إلى المدينة لحث المسؤولين على التراجع عن الفكرة، وهو ما فشل فيه وشكل ضربة قوية للويندوز. شكرا على حسن المتابعة المشاهد تيفي. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديرو جيم.